على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، لا زالت تستمر الأشواط شوطا تلو شوط. نسير مع شوطنا التاسع عشر في المجموع والشوط التاسع عشر مخصص للإبكار على البركة. نسير مع البداية ونسير مع متعبة عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شامس الوهيبي من يقدم متعبة على بداية هذا الشوط، وفي ثاني المراكز كذلك مخيفة واصلة سيف بن سهيل بن زفنة بن سهيل الحرسوسي من يقدم مخيفة في ثانية المراكز، ثالثة المراكز كذلك مشكورة خليفة بن محمد بن جابر المنصوري من يقدم لنا مشكورة من غيرت على ثانية المراكز، وثالثة المراكز كذلك سيول سالم بن عبد الله بن ماجد المسافري يقدم سيول من تحتل في رابعة المراكز، خامسة المراكز كذلك وصلت مذيار راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيالي من يقدم مذيار في خامسة المراكز، سادسة المراكز من احتلت كذلك الوصول من مخلابة عبد الله بن حمود بن سالم بن محمد الوهيبي من يقدم مخلابة. هكذا مشاهدين الأعزاء أعلن النداء الأول للمراكز وناخذ الأسماء والشعارات اللي لم يحين موعد دخولها، ونعود نعود مع الرقص الأول والبداية. البداية من غيرت مخلابة غيرت على المقدمة والصدارة عبد الله بن حمود بن سالم بن محمد الوهيبي يريد أن يضيف النقطة الثانية. من قدم لنا أنذار في هذا الصباح يقدم لنا مخلابة كذلك عبد الله بن حمود بن سالم بن محمد الوهيبي، والوصول كذلك من الجانب اللي وصلت الوصول من مذيار راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيالي من يقدم مذيار، وكذلك الوهيبي واصل مع متعبة عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شامس الوهيبي من واصل في هذا الحضور، وكذلك اللي تحمل رقم 26 مذهل سعيد بن عبد الله بالطير العامري شعار بالطير بدأ يتواجد هنا في هذا المسار من يقدم مذهل بهذا الحضور، ولكن متعبة لازالت على البداية، متعبة لازالت على الانطلاق الأول، لازالت من تسيطر، وبن سالمين كذلك من واصل في ثانية المراكز راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيالي مذهلة بدأت تنضم في هذا الصراع، مذهلة سعيد بن عبد الله بالطير العامري تابع الاسم اللي واصل، وصلت كذلك مشكورة خليفة بن محمد بن جابر، ولكن متعبة على البداية، وبن سالمين غير مع مذيار من غيرت على البداية راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيالي، وبالطير من واصل في ثانية المراكز دير بالك من مذهلة كذلك سعيد بن عبد الله بالطير العامري، ولكن راح بن سالمين مع الانطلاق الأول مع مذيار على البداية راشد بن هلال بن محمد بن سالمين، وكذلك من ترفع راية التهديد غيرت مذهلة غير بالطير. تهانينا والناموس على هذا الفوز من قدم مذهلة سعيد بن عبد الله بالطير العامري ثاني المراكز، وصلت في مذيار ما قصرت قدمت أداء تشكر عليه راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيالي ثالث المراكز، وصلت مشكورة خليفة بن محمد بن جابر المنصوري. التوقيت الزمني 4:41 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز.